السلام عليكم. اليوم نروح لولاية مسيلة لنقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع المستشفى الجامعي نتاع مسيلة. إذن بعد الأهواط وجلفة وأضرار جامعات يعني مستشفيات جامعية في كل يعني تقريبا كل الولايات، الآن جاء الدور لولاية مسيلة باش تعرف بناء المستشفى الجامعي نتاعها ذات 240 سرير. وللعلم أنه على بالنا بلي في كل مستشفيات لازم يكون فيها مدرسة للطب ولا كلية للطب باش تكون فيها مستشفى جامعي، لي باش تكون فيه يعني دي فورماسيون نتاع الأطباء والممرضين وكذا داخل الحرم نتاع الجامعة. هذا معروف، لكن احنا نتمنى يكون فيه كلية للطب في مسيلة، حتى ولو ما فيش في مسيلة ممكن تكون في ولايات أخرى قريبة، وكذلك تكون فيه مدارس شبه طبي اللي يقدر يستفادوا من المستشفى هذا الجديد ويصبح حقيقة مستشفى جامعي إذا انضافت إليه الكورسوس يونيفرسيتار نتاع لا فورماسيون ميديكال على بالنا بها. إذا إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.